بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أخوتي في العقيدة، ها إنو سعودي كلمات خيرك أن اسكو برا رجينا إنو ما أنت وحان إنو هيا ما جعليستي إنو نيسو قدبيو كلمة آدي آدو قيمة بدن وضد كنا سامين وين كله إلا ديدنا أن فهم لاناي نينك استنا أورادين هايو ومدد لنا إلا ديدا أي فهم لانا هاي وحبيبك صلى الله عليه وسلم ونوشيغي خاصة ومدد استعماشو مراها بلشدا وحيالها إن بدن كسو مغضا دحضوضا وإستسين هايو إني إسجعليهين محبة السنيسو كدي من برئيس بدلها يو محاكينا لبضا قف انتي اسجعلالان جعيل كحتك دافي وآدي آدني والبقو تمنيو هدنا إني كلتغان وماشي جعيل ك إيو وناقا إيو حرمدا إيو خيرك وكجري بغضي إيو سعاي إيو اسكو حد قدب إيو النعيب ماشي وودن بي لسلقارو سببت محيطه هذا بعوان كان وحوية هاي سببت كانت اختلافك إيا إلا كلا فرحاضو أو لكلا عررو محوية هاي وكلمة الآد أوذر هادين أنا قولن كان يرئي كان وين علماء دينا يا عام دينا كلمة إن بدن مسكح ذا كسونا النقطو والنبي قينا صلى الله عليه وسلم كن إي أفر بغلو سنة كهر ونوشاق علا ديدا ابن عمر رضي الله عنه حديث ورينها يو وإمام أحمد أكسو ساري في مسنده مسند كيس إمام أحمد أكسو ساري حديث كان صحيح ويهي إمام الألباني في السلسلة حديث الصحيحة وكس صحيحي حديث كاس وحديث كي ابن عمر رضي الله عنه والنبي نو الشيغة هي سببتك أنت اختلافك أمد إسجعال إلى إسخلافته أما اللبضة القف إسجعال إني كالتغان سببتك أنتو وحليه ابن عمر رضي الله عنهما أصغي أبيه بأ الله كران نغدي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أن صلى الله عليه وسلم أيا كان يقول هو أهامد إلاده أمده هذا لكن صوصعد حده جرى النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام وحليه بن عمر رضي الله عنه النبي قال يا وحده جري إلهي بان كطارتيه إلهي بان كطارتيه لبا قف اسم جعلاذان إلهي بان كود دارتي أليه نفتي إذا قعنتي سأي كجرتان كود دارتي لبقف اسم الجعلاذان أو هدنا مكلتان أو هدنا سي اسكو جعلاين اسكو معروضان ماشي جعلكي محبة إهد بغضي اسكو مبدشو إلا وهدي أرنتا نعضو أو لبقف انت اسجعلاذان هدنا أي اسنعان إلا أرنتا هدي دعضو أو لهلو سببت وحاكين بذنب بسبب ذنب ذنب سببتي بيكو كالتغان أو يحدثه وصود درين هايو أما وكل عهايو أحدهما متكو والحديث كفو تدبر دنبي ومتكوت سمين هيا يا جعيل كي شري يا محبدي اي كوكا لتاغا هيا تاسا يا مركو حاويو سبب ان قنيسو لبدي قفي اس جعيل انك لتاغا حديد كان وحوكو تسين هيا مركات كوتا دبورتو شؤميغا اي ذنوب تا يا معاسيدا لادا هي لباتادا يا دولدرسيغا اي لادا هي تاثير كحن اي لادا هي ذلجي يا هوانك اي لادا هي فرقدا او مسلمين تا اي كالاجيسو اي لادا هي عياذا بالله إلهي بان كمو ينقلينا هذا بورا ليا هذا أركتو لبقوا فوق الشرع إسجعلين ما أنتنا إسنا على ذي سؤوك لا تكتي
labadooda midkood unbaa dembi soo darsiiyey sababna u noqday inay kala tagaan. Xadiid kale nabigeena sal alla lay slam wuxuu ku leeyahay Nucmaan ibnu Bashiir xadiidkiisa radi allaahu canhu oo uu soo saaray imaam abu daawuud fii sunanihi uu ku soo saaray wuxuu leeyahay Nucmaan ibnu Bashiir aqbala rasuul ullaahi sala allahu calayhi wasalam cala annaasi biwajhin, nabigaa sal allahu calayhi wasalam dadka ku soo qaabilay weji. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس دتك أيو كسو قابل بوجهه وجهه أيو كسو هرجي أو يكون أيو كسو هرجي سليم دتك كسو هرجي سليم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مركز أو غير أقيموا صفوفكم ورصفك نتوسي صلاة صفك توسي صدح جربك علي مركز النبي صلى الله عليه وسلم ودارته غير والله إلهي بان كرتارتي لتقيمن لتقيمن صفوفكم وتسفيسان وتوسينيسان صففكين أو ليخالفن الله بين قلوبكم. أما الله سبحانه وتعالى قلوبتين أي اسكهر كينا هيا أو وجهين قلوبتين هذا اسكهر إماتنا وجهين أو اسكهر إمان إلا أن قلبك أي قفك لغا حكومة قلوبتين اسكهر إمان مركاسي فيري وحان أركي qofka oo qofka kale garabkiisa ku dhajinayo saaxiibkii jilibka iyo rugbadana rugka kale u saaraya gumada gumada kale u saarahayo saaxiibkiisa cirib cirib saa ayagoo isugu dhajinaya saxaabada ridwallahi calayhi oo salaada saa u ogahay. Taana waxay keenaysaa salaada oon kala fogaano cuquubo iyo shadiid aada u daran oo ikhtilaaful quluub. Nabigeenna sallallahu calayhi wasalam wuu nooga digahayaa natiijadaana waxay imaanaysaa safkii oon kala fogaanay waxay sabab u noqotay dembigaas in qalbigeena uu iskhilaafo haddaba haddaad aragto laba qof oo shalay isjecleyd oo maantana isnacaladay soo kala tagtay midkood unbaa dembi soo darsiiyey oo dembi la yimid oo dembi iyo xumo ku dhacay. Ikhwati fi alcaqiida, kelimadeena maanta intaas ayay noogu egtahay. Allana subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu na waafajiyo. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.